السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. حصتنا اليوم إن شاء الله خاصة بتصحيح الأنشطة الداعمة التي سبق وكلفتكم بإنجازها. لنبدأ بتصحيح التمرين الأول. قوموا بتصحيحه معي. أحيط بخط كل شكل له زاوية قائمة. إذن نأخذ المزواة ونقوم بقياس الزوايا بهذه الطريقة. لاحظوا معي، إذن هل هذه زاوية قائمة؟ لا، أحسنتم. إذن ننتقل إلى الزاوية الموالية. إذن لاحظوا معي هذه الزاوية، هل هي قائمة؟ لا، أحسنتم، ليست قائمة. ننتقل إلى الزاوية الموالية. إذن هذه الزاوية كذلك ليست قائمة، أحسنتم. ننتقل إلى الزاوية الموالية. إذن لاحظوا معي هذه الزاوية جيدا. إذن هل هذه الزاوية قائمة؟ لا، أحسنتم. ننتقل الآن إلى الشكل الموالي. إذن لاحظوا معي هذه الزاوية، هل هي قائمة؟ نعم، أحسنتم، هذه الزاوية قائمة. فالمستطيل سبق وتعرفنا عليه يتوفر على 4 زوايا قائمة. إذن نحيط بخط. ننتقل إلى المثلث. إذن لاحظوا معي جيدا، هل هذه الزاوية قائمة؟ نعم، أحسنتم. سنحيط المثلث كذلك. ننتقل إلى الشكل الموالي. إذا لاحظوا معي هذه الزاوية، هل هي زاوية قائمة؟ لا، ليست قائمة، أحسنتم. لاحظوا معي الزاوية الموالية، إذن هل هذه الزاوية قائمة؟ لا. ننتقل إلى الشكل الموالي. إذن لاحظوا معي هذه الزاوية، هل هي قائمة؟ لا، أحسنتم. إذن هذا الشكل لا يتوفر على زوايا قائمة. ننتقل إلى الشكل الأخير. لاحظوا معي هذه الزاوية، هل هي قائمة؟ لا، أحسنتم، وهذا الشكل كذلك لا يتوفر على زوايا قائمة. نمر الآن إلى التمرين الثاني. ألون كل زاوية قائمة في الشكل. إذن سنقوم بقياس هذه الزوايا بالمزواة وسنلون الزوايا القائمة. نبدأ بالزاوية الأولى. إذن لاحظوا معي جيدا، نضع المزواة بهذه الطريقة. إذن هل هذه زاوية قائمة؟ نعم، أحسنتم. إذن نقوم بتلوينها بهذه الطريقة. ننتقل إلى الزاوية الموالية. إذن لاحظوا معي، نضع المزواة بهذه الطريقة. إذن هل هذه الزاوية قائمة؟ أحسنتم، ليست قائمة. ننتقل إلى الزاوية الموالية. لاحظوا معي جيدا، هل هذه الزاوية قائمة؟ نعم، قائمة، أحسنتم. إذن نقوم بتلوينها. ننتقل إلى الزاوية الموالية. نضع المزواة بهذه الطريقة. إذن هل هذه الزاوية قائمة؟ أحسنتم، هي كذلك زاوية قائمة. نقوم بتلوينها. ننتقل الآن إلى التمرين الموالي. استعمل المسطرة والمزواة وأنشئ قطعة تمر من النقطة الحمراء وتحدد زاوية قائمة مع المستقيم الأخضر. إذن أولا نأخذ المزواة بهذه الطريقة حتى نصل إلى النقطة الحمراء.
ثم نأخذ قلما ونضع نقطة هنا جيد. الآن نأخذ المسطرة ثم نربط بخط بين النقطتين بهذه الطريقة، ونقوم بتحديد الزاوية القائمة. جيد، وبهذا نكون قد انتهينا من تصحيح تمارين هذه الحصة. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.